ان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي جدا 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 جدا، والدليل ان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي وليس جمهور سمع وطاعه كما قيل قبل كده. حاجه بسيطه جدا، والحاجه دي استوقفتني زي ما استوقفت ناس كتير. الحاجه البسيطه دي عشان تعرف بس الفارق ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر، لازم تبص للي انا هقوله لحضرتك دلوقتي. الموضوع ابسط مما تتخيل، هي حاجه غريبه لما تقعد تفكر كده. احمد الاحمر نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر لكره اليد، احمد الاحمر كسب النادي الاهلي من يومين في بطوله السوبر الافريقي. احنا كنادي اهلي عندنا اخطاء، ولكن لما هتبص على الجانب الايجابي هتكلم مع حضراتكم فيه، ولكن انا اللي يهمني ليه جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي وعارف حقيقه كل حاجه، وعارف حقيقه كل حاجه. هوضح لحضراتكم بمقارنه بسيطه ما بين اتنين في نادي الزمالك واتنين كبار جدا جدا، واحد في نادي الاهلي واحد في نادي الزمالك برضه. فحضرتك لما تيجي تفكر كده، هو ليه احمد الاحمر على الرغم من ان هو له يد كبيره جدا جدا في هزيمه النادي الاهلي اول امبارح في بطوله السوبر الافريقي، ليه كل جمهور النادي الاهلي، او مش هقول كل الجمهور، ولكن خليني اقول ان 90 او 95% من جمهور النادي الاهلي بيحترم احمد الاحمر، بيحترموه ليه؟ هل لان جمهور النادي الاهلي جمهور ما بيعرفش يفكر مثلا؟ لا بالعكس، بالعكس. ليه جمهور الاهلي بيحترم احمد الاحمر وما بيحترمش حد تاني او ما بيحبش حد تاني؟ بيحترم احمد الاحمر لان احمد الاحمر بيكسب النادي الاهلي ولكن بيحتفل مع فريقه بشكل مميز، بيحتفل مع فريقه ومع جمهوره بشكل رائع ومحترم، ومحترم ما بيمسش اي جمهور اخر. كل تصريحاته الصحفيه لما بيطلع يتكلم، هو بيطلع يتكلم ان الفريقين مثلا في مباراه السوبر الاخيره قال ان الفريقين يستحقوا ان هم يكسبوا، ولكن احنا كسبنا نادي الزمالك، يعني هو قال كده، احنا كسبنا عشان فارق الخبره. فده واحد يجب ان تحترمه، جمهور النادي الاهلي. هل حضراتكم شفتوا حد من جمهور النادي الاهلي طالع يتكلم على احمد الاحمر مثلا الا في الكره بتاعت الفاول دي مثلا، لان دي هنتكلم عليها بعدين، لكن انا بتكلم عليه كشخص وكنجم في نادي الزمالك المنافس الكبير والتقليدي للنادي الاهلي في كل شيء، في كل الالعاب، في كل الالعاب، على الرغم من الفرق الكبير في كل الالعاب برضو، ولكن انا بتكلم على شخص. احمد الاحمر طلع واتكلم وفرح مع زمايله ورقص وعمل كل حاجه، حقه، ما عنديش اي مشكله، لانه عايز يفرح ويتبسط، خد كسب النادي الاهلي وكسب السوبر الافريقي وراح كاس عالم، فعايز يتبسط، فاتبسط مع ناس واتبسط وتصور مع ده وتصور مع ده. ولكن عندما كان يتكلم عن النادي الاهلي، او عندما يتكلم عن النادي الاهلي، شوفوا بيتكلم ازاي، بيتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الحب، راح سلم على اللاعبين كلهم قبل المباراة وبعد المباراة، راح سلم على المدير الفني الكابتن طارق محروس قبل المباراة وبعد المباراة. على الجانب الآخر هناك نجم كما يسميه جمهور نادي الزمالك، بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجة في حياته غير ان هو يستفز جمهور النادي الأهلي بس، يستفز جمهور النادي الأهلي بس، بيعملش حاجة تانية. على الرغم من ان انا ما عنديش مشكلة، انا أخطأت، وده قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، وده قاله كابتن حسين الشحات امبارح في احد البرامج اعتقد مع كريم حسن شحاته، اتكلم في هذا الامر وقال احنا اخطانا كلاعيبه، انا معترف بخطئي كلاعب او كمدير فني او كاداره او كذا او كذا، ولكن في نفس الوقت من حق حضرتك انت كنادي الزمالك كسبت الدوري ان انت تحتفل وتتبسط وتعمل كل حاجه، ولكن ابعد عن النادي الاهلي، ما تتكلمش عن النادي الاهلي، ما تتكلمش عن جمهور النادي الاهلي. هو ده الفرق بالمناسبه، هو ده الفرق الكبير بين احمد الاحمر واحترام جمهور النادي الاهلي لهذا النجم والاسطوره في عالم كره اليد، وعلى الجانب الاخر حد بيحاول ان هو يطلع ويستعطف ما حدش هيبص له، ما حدش هيبص له. ليه؟ لانه احنا كلنا عارفين ان هناك مقدار كبير من الاحترام ما بين جمهور النادي الاهلي تحديدا، وانا هنا هتكلم عن جمهور النادي الاهلي، ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد محترم في اي نادي اخر.
محترم وبيكسب النادي الاهلي، ما عندناش مشكله، ولكن بيحترم جمهور النادي الاهلي وبيحترم بطولات النادي الاهلي وبيحترم فريق النادي الاهلي. هو ده الفارق الكبير جدا جدا ما بين مثل او مثال زي كابتن احمد الاحمر وزي اي حد تاني في النادي الزمالك في كره القدم، او زي حد تاني زي شيكابالا تحديدا. هو ليه احنا او جمهور النادي الاهلي حضرتك بتقول ان هم بيطلعوا يقولوا ويعملوا هم بيطلعوا يقولوا ويعملوا كده من غير اي حاجه خالص، من غير ما حد يقول اي حاجه؟ لا طبعا،